غادي نصاوبو كوكيز بالخف. غنحتاجو بيضه وغادي نحتاجو 100 غرام ديال الزنجلان ما محمرش، وغادي نحتاجو محلل كيتوني بهاد النكهه ديال التوت. يلا خليكم معايا، غادي نطربو هاد البيضه ونرجع لكم. بعد ما طربت البيضه غادي نضيف هاد المحلى الكيتوني، ودابا نخلطو مزيان مزيان. غادي نقولو لهاد الطراب عطينا اتساع، وغادي نجيبو الكاس ديال الزنجلان وغادي نحاولو نحركوه غير بمعلقه. خليكم معايا. الخليط ديالنا هو هذا، ما بقى لنا دابا الا نحطوه فوق ورقه زبده في طاوه وندخلوه للفران. هنا حطيت الطاوه وغادي نبقى نحط بشويه بشويه، وانا راح شويه معكم. حطيت الاولى وبغيت نوريها لكم، ها هي. يلا خليكم معنا. وصلت ربعات الكوكيزات، خليكم معايا. هنا ما بقى لي الا ندخلهم الفران. انا معكم مباشره من وسط الفران. انا نعطيهم 15 دقيقه لتحت ونطلعهم من الفوق نعطيهم 5 دقائق، وانا نشوركم النهائي ان شاء الله باذن الله. الكوكيز ديالنا فين وصلوا؟ تيبان لي ما بقاش ليه بزاف، ربع ساعه ما بقاش ليه بزاف ان شاء الله باذن الله. وغادي نطلعوه للفوق ونحمروه شويه. ايوا سيدنا، هذه هي النتيجه النهائيه. انا رائع 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 رائع. سمع الدقرميله، بسم الله. يا سلام، بالصحة والراحة الإخوان. ثلاثة ديال المكونات بسيطة وخفيفة على الجيب، هذا أحسن من أي بيمو ديال الزنقة. بالتوفيق، السلام عليكم.